اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج صدى الاقلام، نرسل فيها ابرز ما كتبت الاقلام في الصحف العراقيه والعربيه والعالميه، ولكن بعد جوله في اهم العناوين. نطالع في موقع الهينت لتحقيق مكاسب انتخابيه، ازدياد جرائم الاعدامات التي تقف وراءها احزاب سياسيه. ونطالع في المدى، اللافتة الانتخابية العملاقة تستفز أكثر المحافظات فقرا. ونقرأ في الزمان أنباء عن تقارب بين قائمتي العباد والديمقراط الكردستاني في دهوك. ونطالع في القدس العربي، مصادر مقربة من النظام السوري، طائرات إسرائيلية استهدفت مقرا لقوات إيرانية وسط البلاد. ونتصفح في العربي الجديد، النظام السوري يعلن التوصل لاتفاق على خروج المقاتلين من مخيم اليرموك بدمشق. ونتصفح في الإمارات، الخليج الإماراتية، الاحتلال يقتل 3 فلسطينيين ويعتقل 4 على حدود غزة. وأخيرا وليس آخرا، نطلع في الحياة، كيم يحدد شروطا لتفكيك برنامجه النووي، وواشنطن تطالبه بخطوات لا عودة عنها. أهلا بكم. ما من حملة دعائية شهدها العراق منذ 2005 استعدادا لانتخابات عامة أو محلية تمثل الحملة الحالية المتميزة بأن الضرب تحت الحزام أصبح فيها سافرا للغاية. فالجيوش الإلكترونية تعمل ليلا نهارا في عملية تسقيط اجتماعي وسياسي لمرشحي القوائم المتنافسة، مع التركيز على النساء المرشحات بشكل خاص. عدنان حسين يقول في صحيفة الشرق الأوسط إن هذه هي معركة حامية الوطيس، لكن أطرافها ليسوا في حاجة لأن يضربوا ويهربوا على وفق قواعد الحرب التقليدية، لأن ساحتها على مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح أن هذه المنتجات كان لها تأثير عاصف في البداية، لكنها ما لبثت أن أثارت السخط على الواقفين وراء الحملة المبتذلة، وهم القوى السياسية المتنفذة التي وحدها تملك الكثير من المال لكي تنفقه ببذخ على الدعاية السوداء من هذا النوع. الحملة الدعائية المتدنية هذه تعكس التردي المريع للممارسة السياسية بعد 15 سنة من قيام العهد الجديد في العراق، وهذا راجع إلى الصراع الضاري على السلطة والنفوذ والمال فيما بين القوى السياسية المتحكمة بالعملية السياسية. هذه القوى باتت تواجه الآن مأزقا حقيقيا، فالعراقيون الذين اعتقدوا بعد سقوط نظام صدام حسين أن الإسلاميين سينتشلونهم مما كانوا فيه من أوضاع حياتية صعبة وتخلف شامل ناجم عن حقبة الدكتاتورية وحروبها، وجدوا الآن أن أحوالهم لم تتحسن بل ساءت رغم تدفق موارد مالية هائلة على العراق. الرأي العام العراقي استهجن بشدة هذا النوع من الدعاية السوداء، وتساءل عن سر اهتمام القوى المتنفذة الواقفة وراء هذه الحملات بالتصرفات الشائنة المزعومة لبعض المرشحات، فيما هي تصمت تماما حيال قضايا الفساد الإداري والمالي الفاقعة التي لا تهتم الجيوش الإلكترونية بفضحها. الكاتب يرى أن هذه الحملات هي في الواقع عملية لخلط الأوراق قبل حلول موعد الانتخابات، وللتغطية على الفشل الذريع الذي حققته الأحزاب المتنفذة في إدارة الدولة والمجتمع على مدى السنين 15 الماضية. هذه القوى تسمع بأذانها وترى بأعينها التساؤلات الملحة من عموم الناس عما فعلته، والأرجح أن نتائج انتخابات الشهر المقبل ستظهر أن حملة الدعاية المبتذلة هذه المكلفة، حيث كلفت ملايين الدولارات، لم تكن مجدية مثل العملية السياسية القائمة منذ 15 سنة.
سامي الزبيدي يرى في صحيفة الزمان أن العملية السياسية في العراق ما بعد 2003 كانت كسيحة، والديمقراطية التي وعد بها الأمريكان العراق والعالم بأنها ستكون مثالا للديمقراطية في المنطقة كانت أكذوبة أمريكية خدعوا بها الشعب العراقي وخدعوا العالم كله، لأن أهدافهم من غزو العراق وباعتراف الساسة الأمريكان لاحقا كانت إسقاط نظام الحكم فيه وتدمير مؤسسات الدولة وتدمير قدرات العراق العسكرية والعلمية والاقتصادية والصناعية والزراعية. مسرحية الانتخابات الأولى التي جرت تحت إشراف الأمريكان وبتوجيهاتهم أوصلت أحزابا وكتلا طائفية لتسيطر على مقاليد الأمور في البلاد، ولكي تهيمن هذه الأحزاب والكتل على كل شيء في البلاد اتفقت على أن يكون التوافق أساسا للعمل وفي إصدار كل القوانين وقرارات السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم يصدر قانون أو قرار إلا وفق مبدأ التوافق ولخدمة أهداف هذه الأحزاب ولتحقيق المزيد من المكاسب لها على حساب مصالح الشعب والوطن. ولم يكتفي ساسة العراق وقادته بهذا التدهور، بل خانوا شعبهم ووطنهم وفرطوا بحدوننا البرية والبحرية وباعوها لدول الجوار، ثم سلموا ثلث مساحة العراق لداعش ومعها الأسلحة والآليات والمعدات، وتسببت هذه الخيانة في تهجير ونزوح ملايين العراقيين عن مدنهم ليعيشوا مأساة حقيقية في مخيمات النزوح التي تفتقر لأبسط مقومات الحياة. كل هذا الذي حصل كان نتيجة فشل العملية السياسية وفشل وفساد الأحزاب التي هيمنت على المشهد السياسي في البلاد، وفشل وفساد السياسيين وركضهم وراء مصالحهم الشخصية والحزبية والفئوية الضيقة. الكاتب يقول إن السياسيين الذين يقفون وراء الخراب الذي حل بالعراق يريدون الآن العودة للسلطة والنفوذ مرة أخرى، فحشدوا كل إمكاناتهم وأموال الشعب التي سرقوها لحملاتهم الانتخابية لكي يبقوا في السلطة والحكم سنين إضافية، وليمعنوا في تدمير شعبنا ويلقوا بالوطن إلى التهلكة والهاوية السحيقة التي لا مخرج منها. فعلى شعبنا أن يكون واعياً جداً ومستعداً للتصدي لأحلامهم المريضة ومخططاتهم المريبة ومساعيهم الخبيثة. من مفارقات القائمين على إدارة شؤون العراق أنهم يمعنون في الكذب، حتى بلغوا في مستوى كذبهم حداً مضحكاً، معنى ذلك أنهم تجردوا من المسؤولية تماماً ولم يعد بمقدورهم التراجع عن الكذب، فهم ماضون في كذبهم دون حياء ودون خجل. يعقوب يوسف يقول في صحيفة المدى إن من أبرز الأكاذيب الكذبة التي رددها وما يزال يرددها نور المالكي كذبة الأغلبية السياسية، كأنه لم يتعلم الدرس جيدا ولم يفقه بعد عواقب الكذب السياسي. فالكذب الذي أدمن عليه المالكي أثناء توليه الحكومة لمرتين قد قاد البلد إلى الأسوأ، وكلف ما يزال يكلف أيضا البلد أبهض الأثمان. المفارقة الكبرى أن المالكي ما زال متمسكا بهذا النهج، فهو يعد العدة لمشروع الأغلبية السياسية، ويبدو أن غرض المالكي من هذا المشروع هو الوصول إلى سلطة رئاسة الوزراء مرة أخرى، لأنه لم يشبع بعد من السلطة ولذتها ومكاسبها على حساب شعب أضنته مكابدة معاناته ودفع الأثمان الباهظة شبابا ضحايا ودماء بريئة وفقرا وعوزا لا مثيل له. والمشكلة الأكبر أن هنالك عبيدا للمالكي يصفقون له من المنتفعين من حزبه، فهؤلاء لا شأن لهم بالحرية، فحتى لو أمطرت السماء حرية فإنهم سيحملون المظلات لاتقاء المطر. إذن يبدو أن المالكي واثق جدا من فوز شخصه في الانتخابات الكرتونية الهزيلة المقبلة، وكيف لا يثق وثمة من يصفق له ويمجده ويعلي شأنه حتى لو كان مخطئا وكاذبا. الدولة ما تزال تصم أذنيها عن سماع أنين مواطنيها ولا تعبأ بهم، ولا تزال دولتنا مخمورة تعاقر كأس الكذب
ولا يزال السياسيون يختلسون مال الدولة ويستولون عليه باسم الحقوق السياسية، فلا أحد منهم تألم وتوجع يوما لمعاناة فقير مفتقر يعتاش على النفايات، ولم يهتز ضمير أحد منهم لامرأة أرملة جار عليها الزمن بسبب فقدها زوجها في الحرب أو في أعمال العنف. الكاتب يرى أن الكذب السياسي الذي أدمن على تعاطيه السياسيون حتى نجد أن يافطات الحملة الانتخابية مزدانة بالوعود الكاذبة، فالكل يتظاهر بأنه سيكون غودو المنقذ حتى حارت الأذهان وتبلبلت العقول، فالمواطن حائر لمن يعطي صوته لأنه أصيب بوعكة صحية نفسية كأثر للكذب السياسي الذي نتحدث عنه. إذن لا مناص من القدر السياسي القادم، فالبعض من السياسيين القادمين القدماء والجدد سيظلون ينفخون في بوق الكذب لخداع الجماهير دون وخزة ضمير. قال صحيفة العرب اللندنية أن الولايات المتحدة الأمريكية تسابق الزمن من أجل التوصل إلى حل لأزمة نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية، كي تتفرغ بعد ذلك لحسم ملف النووي الإيراني الذي يقلق القوى الرئيسة في أوروبا والشرق الأوسط ويحظى باهتمام بالغ من قبل قطاع الأعمال العالمي، حيث أشارت الصحيفة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيد توظيف استراتيجية حافة الهاوية التي تؤتي ثمارها دائما في تعامل واشنطن مع بيونغ يانغ، لكن هذه المرة مع طهران التي تجد نفسها أمام عزلة متزايدة كل يوم وسط تصعيد الضغط الغربي وتحديد البنود المستهدفة لتحسين الاتفاق بدلا من إلغائه. تترقب كوريا الشمالية التي تخشى من سلوك ترامب غير المتوقع نتائج عملية دولية منسقة تسبق 12 من أيار المقبل الذي سينظر فيه الكونغرس الأمريكي في إمكانية استمرار الولايات المتحدة كطرف في الاتفاق النووي أو إعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران مرة أخرى. لكن أكبر الرابحين من تشدد وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو هم خصوم إيران في المنطقة. الولايات المتحدة تريد أن تعطي انطباعاً بأن الملف النووي الإيراني صار أولوية الإدارة الأمريكية بعدما حققت اختراقاً نوعياً في العلاقات مع كوريا الشمالية التي بدأت تنفتح على سيول وطوكيو قبيل قمة ستجمع ترامب بكيم جونغ أون. وقال الكاتب البريطاني باتريك كوكبرن إنها إيران لا كوريا الشمالية التي يجب أن تثير القلق، مضيفا أن الأزمة الإيرانية هي الأخطر مقارنة بالأزمة الكورية، ففي الأخيرة نحن نتحدث عن اتفاق سلام سيستبدل اتفاق هدنة بامبونغ جوم في عام 1953. وأضاف كوكبرن أما إيران التي تتنافس مع الولايات المتحدة على النفوذ في الحرب الضارية الدائرة في سوريا والأخرى التي كانت في العراق وخفت حدتها حاليا، يمكن للحرب أن تندلع بسهولة. الصحيفة ترى أن إظهار إيران استعدادا تاما لتقديم تنازلات عبر التفاوض على اتفاق جديد حول برنامجها الصاروخي ونفوذها في المنطقة، فسيمثل ذلك متنفسا لقوى أوروبية تتطلع شركاتها لتوقيع اتفاقات مع شركات إيرانية بالمليارات من الدولارات. لكن محللين يرون أن بومبيو أظهر خلال زيارته للرياض أن إدارة ترامب لا تنوي إعطاء هذه الميزة للإيرانيين مجانا، حيث يقود الإصرار الأمريكي على إخضاع إيران تلقائيا إلى انتقال الأزمة مع إيران إلى قمة أولويات ترامب في المرحلة المقبلة. منذ أسبوعين تزدحم وسائل الإعلام العربية وبدرجة أكبر الأجنبية والصهيونية بأسئلة تتعلق بالمواجهة المحتملة بين إيران والكيان الصهيوني، في ظل قناعة مرجحة بأن إيران لن تترك ثأرها في قاعدة تيفور حيث قتل 7 من ضباطها بينهم ضابط كبير في ضربة جوية صهيونية. ياسر الزعتر يتساءل في صحيفة الدستور الأردنية عن ماهية الرد الإيراني من جهة، وفي مقابلة طبيعية الرد الصهيوني عليه.
إيران في مأزق كبير، ولا يعرف إن كان ستواصل الإصرار على الرد على ضربة T4 أم ستتراجع تبعا لحسابات الخسارة التالية. وقد تتراجع بالطبع في حال لم توقف أمريكا العمل باتفاق نووي أو أجلت القرار. ومأزقها في سوريا كبير أيضا، برفضها للمطالب الصهيونية من جهة، وبتناقضها مع الروس أيضا رغم التقائهما ومعهما الكيان الصهيوني على بقاء النظام. لكن الصهاينة ليسوا مرتاحين أيضا، فكيانهم رغم وجود ترامب والكثير من الدعم الدولي يعاني الهشاشة، وهو ليس مستعدا لأي مواجهة من أي نوع، فضلا عن تخريب أي مواجهة على أجواء استثمار حريق المنطقة من الناحية السياسية في ظل المزايدات التقليدية التي أفرزتها الثورة السورية، وحيث يميل فريق إلى مساندة النظام بدعاوى المقاومة والممانعة، متجاهلا طبيعة المشروع المذهبي الفاضح الذي دفع إيران إلى التدخل في سوريا، بينما نميل ومعنا كل صاحب ضمير حي إلى إدانة التدخل الإيراني الذي دمر سوريا وقتل وهجر الملايين من شعبها ووضع الحب صافيا في طاحونة الكيان الصهيوني وكل أعداء الأمة من دون أن يحقق أي نتيجة غير ذلك. الكاتب يرى أن أي مواجهة إيرانية صهيونية لن تغسل يديه خامنئي من دماء السوريين، فضلاً أن يكون سبب المواجهة ليس ذا صلة أصلاً بفلسطين وتحريرها، من دون أن يغير ذلك في موقفنا المناهض للصهاينة دون تردد، أيا تكن هوية الطرف الذي يشتبك معه. تساءل الكاتب رونالد فينمان، إذا كانت نهاية رئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اقتربت، وقال في مقال نشرته مجلة نيوزويك الأمريكية إن الفضائح المحيطة بترامب تنتشر بسرعة كبيرة وأكثر بكثير مما كان يعتقده أي شخص قبل بضعة أشهر. ويوضح الكاتب أن التحقيق الذي يجريها المحقق الخاص روبرت مولر بشأن مدى تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016 من فك يراكم الأدلة على هذا التواطؤ الروسي المحتمل. الكاتب يضيف أن التحقيق قد يقود إلى اتهام ترامب بإعاقة العدالة وإساءة استخدام السلطة وانتهاك بند المكافآت في الدستور الأمريكي، وذلك بالإضافة إلى الفساد المحيط بالعديد من أعضاء دائرة ترامب بمن فيهم أولاده وصهره جاريد كوشنر زوج ابنته إيفانكا ترامب. ويقول الكاتب إن فضيحة الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز والعلاقات الغرامية الأخرى لترامب وغيرها من الأحداث المشينة المتعلقة بنساء أخريات أصبحت جزءا من المعادلة، وذلك بالإضافة إلى المعاملات التجارية الأخرى لترامب في ولاية نيويورك التي زادت الوضع المعقد. ويضيف الكاتب أن الاستيلاء على مواد وسجلات متعلقة بالمحامي الشخصي السابق لترامب مايكل كوهين يثير رهان على الاضطرابات التي باتت تحيط بترامب، كما أن ترامب لا يحظى بمشورة ثابتة مستقرة من أفراد إدارته أو آخرين، في ظل استمرار فوضى تغييره للمستشارين من حوله وميله إلى اللامبالاة في إطلاق التغريدات ووجهات النظر المتغيرة باستمرار بشأن تحديات السياسة الداخلية والخارجية على حد سواء. الكاتب يشير إلى موعد الانتخابات النصفية للكونغرس التي تحل بعد أقل من 7 أشهر، ويقول أنه في ظل تخوف الجمهوريين من الخسائر الهائلة المحتملة ووسط ظهور المزيد من الانتقادات حتى من المقربين لترامب، فيبدو أن بقاء ترامب في سدة الرئاسة قد يشهد نهاية مفاجئة. بعيداً كل البعد عن السياسة، بلغ حب مشجع تركي لفريقه حد الجنون،
إذ تحدى منعه من دخول الملعب وتمكن من مشاهدة المباراة من خلف الأسوار بطريقة لم تخطر على بال أحد، ما أثار موجة من السخرية وفق صحيفة القدس العربي. واستأجر أحد مشجعي فريق دينيزلي سبور التركي رافعة وصعد بها إلى أعلى ما يمكن من فوق أسوار الملعب لمشاهدة مباراة فريقه ضد نادي غازيانتاب سبور، وتناقلت العديد من الصحف العالمية صورة المشجع التركي الذي ابتكر طريقة جديدة تتيح له مناصرة وتشجيع فريقه دون الوقوع في مخالفات جديدة على خلفية قرار منعه من دخول الملاعب والتي تطبق عادة على المناصرين الذين يتورطون في أعمال عنف وشغب. ويبذل كثير من مشجعي كرة القدم قصارى جهدهم لمشاهدة مباريات فريقهم وفرقهم التي تلعب، لكن استئجار رافعة من أجل ذلك يعد بمثابة أحدث صيحات الهوس بكرة القدم. أما الآن متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.